هذا المسابقة الرابعة على قناة سعود، بينما 19 مشارك ينطلقون الآن. جائزة بابلون تنطلق على المسافة ديال 1700 متر للخيول الإنجليزية العربية بنسبة 25% 4 سنوات فما فوق. لحد الآن تقدم يمكن أن نقول جيد بالنسبة فرانسيس إيفانت، أظن رقم 7 هنايا. شازاموس رفقة الركب خالد جبيلو، كذلك الثنائي ديال السيد أمناتي مصطفى ماسكا، وكذلك منظم رقم 4 اللي كذلك ما مستقراش على نتيجة واحدة إيجابية. بكل تأكيد منظم بعض الأحيان كتكون موافقة وبعض الأحيان تتكون سيئة جدا. الآن غنشوفو رقم 4 منظم أظن تنطلق من الجهة الخارجية في محاولة للاقتراب، بينما شازاميس رقم 7 اللي كينطلق في المرتبة الأولى. ننتظر زاوية أخرى باش نعرفوا لهذه المشاركين الآخرين. سقوط آخر لرقم 12 الشهيرة اللي سقطت، وسقوط آخر للأسف جوج السباقات على التوالي للأسف. بالنسبة لهذا السباق المسابقة تستمر منظم وماسكا ينطلقون من الجهة الخارجية في محاولة الاقتراب، ثم كذلك ممكن نشوف رقم 13 أظن من الجهة الوسطى رقم 13 تورناد ميوسلي الآن تتقدم في المرتبة الأولى. انطلاقة كذلك من جانب رقم 7 شازام ميوسلي ينطلق من جهة الحجز الأول، ربما رقم 5 برانسيس إيفانت أو هنايا برانس إيفانت ينطلق كذلك من الجهة الوسطى. محاولة كذلك من جانب أظن أن رقم 18 بلاكازاك سوسيتي يوس ماتا المعراج حققت مرتبة ثالثة في آخر مسابقة. أظن أن بالنسبة لهذا الشوط هناك رقم 13 هو إما رقم 13 أم غربي رقم 2، أكيد أن الصورة نوعا ما غير واضحة بالنسبة لهذه المسابقة. هناك انطلاقة كذلك من جانب رقم 5 برانسي فانت يحاول كذلك من الجهة الوسطى شازاموس رقم 7 ينطلق من جهة الحجز. شازاموس يحاول الاقتراب أكثر فأكثر من المقدمة ديال السباق. أنا في هذا الشوط شازاموس يفوز بهذا السباق، وغربي في المرتبة الثانية رقم 18 في الصف الثالث مجددا أمين مغات ويوس مانطا المعراج جنون السباق في المرتبة الثالثة. لحظات تنتقل من نتائج الوصول المؤقت.